طيب تعالوا مع بعض نروح نشوف أجواء نادي الأهلي بالجزيرة مع زميلتنا سالة حامد. اتفضلي يا سالة. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي والكابتن اسامه حسني وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن زي ما انت قلت يا كابتن ايمن، يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالاخص من امام شاشه العرض الشاشه الرئيسيه عشان انقل لكم يعني كل الاجواء هنا واستعدادات النادي الاهلي وجميع اعضائه لمشاهده مباراه اليوم، مباراه السوبر المصري ولا تقام ان شاء الله ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على استاد هزاع بن زايد في دوله الامارات العربيه المتحده. يمكن خليني اقول لك يا كابتن ايمن، يعني الاجواء هنا يعني بالفعل بعد يعني صلاه الجمعه مباشره بدا يتوافد اعضاء النادي الاهلي بشكل كبير على مقر النادي الاهلي بالجزيره، اللي بدا كل يعني يقعد على الكراسي ويستعد لمشاهده المباراه، ومع اقتراب يعني موعد المباراه كل شويه بيزيد عدد اعضاء النادي الاهلي. ويمكن اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه طبعا تحت اشراف المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي، وطبعا إدارة الخدمات الأستاذ محمد الألفي مدير الخدمات، وجميع أفراد الأمن معهم سيادة العميد علاء صلاح، وده طبعا كله تحت اشراف يعني مدير المقر الاستاذ خالد مرسي. الكل كان عامل حساب انه هيكون في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي وان العدد يعني بيتضاعف كمان بالاخص النهارده يوم الجمعه وكمان مشاهده مباراه الاهلي والزمالك، ده هيخلي العدد كبير جدا في مقر النادي. يمكن كمان عملوا حساب ده وزودوا عدد المقاعد لجميع اعضاء النادي الاهلي، كمان وفروا اكتر من شاشه عرض يعني بجانب الشاشه الرئيسيه طبعا اللي ورايا في شاشه يعني عند ملعب مختار التتش، وكمان في المبنى الاجتماعي وصاله راتب عشان الكل يبقى عنده الامكانيه ان هو يتفرج على المباراه بشكل جيد. كمان يعني كانت الاجواء هنا يا كابتن ايمن الموجوده من بدري، الاجواء يعني اكثر من رائعه، الكل متحمس وكمان متفائل، وكمان الكل يعني بيتكلم عن المباراه وكل الامور الخاصه بالمباراه زي التشكيل، مين اللي هيبتدي النهارده ومين اللي يعني اللي هيسجل في مباراه اليوم، كمان النتيجه هتكون كام كام يعني لصالح ان شاء الله النادي الاهلي. الكل يعني متحمس ومتفائل ان شاء الله، يعني رجال النادي الاهلي النهارده 11 راجل في الملعب ان شاء الله هيفرح هنا بعد الفوز على نادي الزمالك ويعني الحصول او رفع كاس السوبر المصري النهارده ان شاء الله للمره ال 12 في تاريخ النادي الاهلي. وان شاء الله يا كابتن ايمن نكون معاك يعني بعد مباراه اليوم ونحتفل كلنا طبعا مع يعني اعضاء النادي الاهلي في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. معاك يا كابتن ايمن، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا، تفضل.